بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة في هذا الميدان عن انطلاقة شوطنا التاسع في مجموع هذه الأشواط. هو الشوط الأول الرئيسي للإبكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في هذه الانطلاقات الجميلة. نتمنى الناموس لجميع من حضر في شوطنا الأول الرئيسي. الباحث كلا باحث عن المركز الأول، كلا باحث عن الناموس. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع الأخوة المشاركين في هذا الشوط الأول الرئيسي. والشوط الأول يا عرب غير الشوط الأول، والله الشوط الأول غير. نتمنى في هذه الرحلة كل التوفيق والناموس. المركز الأول نذهب مع حشمة سلطان بن عبد الله بن واسر اكتبي النقلة على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني هناك من تأتينا تحذير سلطان بن علي بالخصم الاكتبي ثالث المراكز. يلا يا الذيبة لسهيل بن سعيد بن عبد الله بن سالم العامري، النقلة على المركز الرابع. اللي في المركز الرابع يا جماعة، رابع المراكز هناك شواهين لمحمد بالشرقي المارش العفاري، المارش العفاري. بينما الياف الخامسا، الياف الخامسا مسري بن سيب بن نايح بن واس، النقلة على المركز السادس مياسة سعيد خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري. بينما اللي في المركز السابع، اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني اللي هي عز لحمد بن ناصر مطيع العجمي، النقلة على المركز الثامن. المركز الثامن اللي هي لعبد الله بن سعيد بن عبد الله فهيد المري. الله يا العزره على ما ظن، ولا الذيبه النقله على المركز الثامن ولا التاسع. المركز التاسع الشايبه لاحمد بن محمد بن حليس تكتبي. وفي المركز العاشر شعار بن حلوه مطر بن سعيد بن حلوه تكتبي من يقدم متعبه. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله الشوط الأول، الله الشوط الحساس، الشوط اللي هناك من استمتع وياكم. وين اللحظات الأخيرة؟ وين العصف الأخير؟ العصف الجميل لبين الشوط. والله أنه محتار، حتى نحن محتارين مع هذا الشوط. الله يلي غيرت على المركز الأول، الله يا شواهين لمحمد الشرقي الأحفاري. ولكن العجمي هناك من الجانب الثاني اللي مسيطر على المركز الثاني. قدم شوي لنتعرف اللي هناك شعار من؟ ايها الاخوه اللي هي عز لحمد بن ناصر مطيع العجمي. ايضا ما خذ حيز النقل على المركز الثالث. المركز الثالث حشمه سلطان بن عبد الله بن واسر اكتبي ايضا حاضر مع حشمه. الاسامي بدات تقترب يا جماعه. النقلة على المركز الرابع، المركز الرابع هنا الذيبة سهيل بن عبد الله بن سهيل بن سعيد بن عبد الله بن سالم العامري. وصل بالخصم بالامس مقدم لنا الطلب، واليوم ايضا حاضر مع تحذير سلطان بن علي بالخصم الاكتبي. اليافل في المركز السابع، اليافل في سادس المراكز. الله يا مسري يا بن سيف يا بن نايع بن واس. بينما اللي في المركز السابع هناك الشايبة لاحمد بن محمد بن حليس اكتبي. المركز الثامن العذارية لعبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد المري. بينما المركز الثامن وصل بن أخموشة مع ربشة مظفر بن محمد مبارك بن مظفر بن محمد العامري. المركز العاشر اللي تسللت من الجانب الثاني اللي هي ذويب الهلال بن سعيد بن هلال الظهري. هكذا كانت النتيجة. الشوط الأول يا عرب غير لا يفوتكم الشوط الأول، له لذة له طعم هناك بعد وصول الروابط. لا يفوتكم الشوط،
لا يفوتكم الشوط الأول. يلا جدبوا 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 حق الشوط اللي بالناموس يجدم شوي. المركز الأول هناك عز في عز شبابها، في رعياني شبابها، في عز الشوط الأول للسيد حمد بن ناصر من مطيع العجمي، ولكن ربشتنا ربشة ما يا من العين اللي بالمركز الأول، ما يا من العين وما يانا من العين اللي بالمركز الأول. سلام 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 يا أبو مظفر، مبارك من مظفر من محمد العامري، سق الله دارك يا أبو مظفر، سق الله دارك على هذا الأداء الجميل. بسميه الأداء الراقي، الشوط الأول الشوط الحساس. سلام سلام بن خموش، سلام سلام ربش، سلام سلام عيناوي، سلام السلام إلى الداعم الرئيسي مظفر بن محمد العامري. تهانينا والناموس لمبارك بن مظفر بن محمد العامري، يسعد صباحك حقيقة يا مبارك. المركز الثاني هناك لخميس بن عبد الرحمن بن زعل. المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك لأحمد محمد بن حليز. المركز الرابع على ما ظن شعار هناك، اللي في المركز الرابع شعار من؟ أيها الإخوة شعار ما أقدر أتعرف عليه. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. خامس المراكز من تأتي اللي هي عز لحمد بن ناصر بطيع العجمي، 6 دقائق 7 ثواني 10 من الأجزاء من الثاني. سهانينا والناموس يا مبارك بن مظفر بن محمد العامري حقيقة على دار ربشه الجميل والمميز.